خلونا نروح لوزارة الصحة المصرية. وزارة الصحة يا سادة يا كرام جابت أحدث بالمعنى الحرفي أحدث كاميرا في العالم للكشف عن عيوب الشبكية بين الأطفال. دي بقى الوحدة الظاهر بتاعت الكاميرا ولا إيه؟ طبعا العبد لله ما يفهمش في الحاجات دي قوي. لا ده احنا نحاول بقى عايزين نفهم. خلونا طيب ناخد معانا على التليفون دكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله. فندم كلمنا على مسألة أحدث هي فعلا أحدث كاميرا ولا أنا ببالغ؟ لا هي فعلا أحدث موديل من هذه الكاميرات على مستوى العالم والأولى في مصر اللي نزلت. ودي احنا جبناها في مركز طب وجراحة عيون الأطفال اللي احنا عاملينه. حلو قوي. في معهد الرمد التذكاري التابع لينا. وده هو المركز ده هو المركز الوحيد على مستوى وزارة الصحة ويمكن الشرق الأوسط كمان اللي متخصص في أمراض وجراحات عيون طب الأطفال ومكتمل كل الأركان من حيث التشخيص والتدخلات الجراحية. طب ده حاجة عظيمة جدا. الكاميرا دي سعرها قد ايه يا فندم تقريبا؟ اذا الرقم عند حضرتك في حدود 3 مليون. ده كان قبل التغيرات في العملة. معلش يا فندم انا مش سامع، استأذن حضرتك تقول لي الرقم تاني. 3 مليون في حدود ده 3 مليون قبل تغيرات العملة. 3 مليون قبل تغيرات العملة. طيب هل من الكاميرا دي بتبقى بس موجودة في المركز ولا من القابل انه لو تم احتياجها في مكان اخر من مستشفيات وزارة الصحة يتم نقل الكاميرا دي الى هناك، او انه قد يكون في الخطة شراء كاميرا اخرى؟ لا هو الحقيقة الكاميرا دي عشان إمكانياتها كبيرة فهي دي كاميرا مرجعية فدي موجودة ثابتة في المركز، لكن احنا عندنا 4 كاميرات على أحدث طراز برضو عظيم متنقلين، ودول اللي بنستخدمهم في الفحص القاع العين بالنسبة لأطفال حديث الولادة اللي عندنا في الوحدات بتاعة الأطفال المبتكرين اللي في المستشفيات بتاعتنا، أو لو لجأت إلينا إحدى مستشفيات وزارة الصحة فبنفحص الأطفال فيه. ده شيء رائع جدا. أنا بشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر للدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان.